الحساب 150 والمخلل والسلطة هدية يا محمد. الجو نار والاسعار كمان نار، وانت مديني 150 جنيه، انا زودت من معايا 500 جنيه، انا عايزه اكل. بعدين يا لولو، وغير كده يا حبيبتي انا وانت واحد، وفيها ايه يعني لما مرة تحط من جيبك؟ لا احنا اتنين، وبعدين هي مرة واحدة؟ ده انا كل ما ابويا يديني فلوس انت بتكبر دماغك من مصاريف البيت. يوه عجلانة بتاعت كل يوم، والله انا سايبك وماشي. بقى كده؟ وهنا اللي غلطان. طب صبرك عليا، هو انا حرام يبقى معايا قرش يا رب زي باقي الستات؟ يا لولو حضري الغدا بسرعه عقبال ما اغسل ايدي، اصل ميت من الجوع. عينيا. يلا يا لولو. اتفضل. والله اول مره الواحد يجوع كده. السلطة 15 جنيه، رز 35 جنيه. اتوافق كده ليه يا لولو؟ ما تعالي تاكل. بالهنا والشفا، انت تطلب حاجه تانية؟ والله الاكله دي يا لولو عايز شويه مخلل. اتفضل. يا بنتي ما تقعدي، انت هدنك وقفالي كده. انا مرتاحه كده. تسلم ايدك يا لولو، شويه اكل عظمه، عايزين بقى شويه شاي نحبس بيهم. شاي فتله ولا كشري؟ هتفرق يعني؟ طبعا. خلاص خليها كشري. انت طلبت نص فرخه ب 130 الحساب كله هيبقى 200 جنيه وبعد الخصم 150 جنيه. والله ما في مطعم بيعمل اكل طعم ونضيف زيك كده. انا ما بهزرش، الحساب 150 والمخلل والسلطه هديه النهارده. حاضر حاضر، خدي 200 جنيه لما افك هديك الباقي. الشاي انت بتشربه على القهوة ب 25 جنيه، انا عملتهولك ب 20 بس. حاضر حاضر، اتفضلي. ماما انا جعان عايز اكل. حاضر، بس معاكي فلوس كام؟ مفيش فلوس. طب روحي خدي من ابوكي 100 جنيه وانا احضر لك الاكل. بابا هات 100 جنيه عشان اطلب اكل من ماما. اكل من ماما؟ ايه يا لولو انت هتشتغلينا؟ انت لما بتقعد في المطعم مش بتحاسب لعيالك؟ الاكل اهو، اللي عايز يدفع. حسبي الله ونعم الوكيل. خدي. اتفضلي يا ست مك، ابوكي دفع لك الحساب. هتجيبي لي طبق ترمس ولا شويه لب ولا اي حاجه نتسلى يا لولو؟ اتفضل. طبق ترمس 25 جنيه. النبي يا لولو اعملي فنجان قهوه. اتفضل. الحساب كله هيبقى 50 جنيه. بعدين. نعم. خش وطي صوتك، مكالمة شغل. خدي. لولو اعملي سندوتشين جبنة رومي واتنين لانشو. وانا عايزة اتنين بيض مسلوق. وانا عايزة اتنين لانشو. عينيا. يبقى كده كله 120 جنيه وبعد الخصم 100 جنيه. نعم. أنا شطبت خلاص. وأنا كمان شطبت، أجيب منين؟ انزل هات عشا، أو أقول لك ناموا جعانين، أهو اتخسوا. افضل برضو. انا جعانة. وانا كمان هموت من الجوع. منك يا شيخة. اتفضلي. مكان من الاول.